أمر بمصادرة كل أموال وأملاك النصارى وكذلك بيوتهم ومنقولاتهم، كما أمر بطردهم عن الموصل. الله أكبر، الله أكبر، عز الله خليفة المسلمين. هذا خير وفيه، مبارك لدولة الإسلام، وسنأخذه من النصارى سواء بإرادتهم أو رغما عنه. مشغول على هات. سلامات اخويا، سلامات. على كيفك، على كيفك. عوني يا ابو علي. الله 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 ينطيهم. ما تقول لي انت شو مسوي هيك بده يعذبوك. تعال اخو، تعال تعال. على كيفك. الله سلامتك اخويا، سلامتك. انا ما راح اترك الموصل، ما حد يقدر يجبرني على ان اترك بلد ابائي واجدادي. يا عيني يا الياس، المساله ما بيها اختيار، افهمني. خلاص خليهم يجوا يقتلوني. بابا اترجاك كافي عناد. بنتي انت اذا تريدين تتركين الموصل انا ما عندي مانع. واتركك وحدك مستحيل. يا عيني يا الياس، الله يخليك، اسمع كلامنا افهمنا. عاشكاوة، لحد الان ما سمعت شي عن عاصم؟ ما قال انه راح يترك الموصل؟ تعرف الحاج كاوة؟ حاجي كاوة صاحبي وصديقي وعشرة عمر. والله نعم، وأفضالك كل شيء هواي علي. لسه هو والقاضي ياس قالبين الدنيا عليه، ما يعرفون شنو اللي صار بيه. الله كريم، الله كريم أخويا. أنت تعرف إيش راح يسوون بينا هنا؟ اي قيس اسمعك. اها طيب، انت مو رحت قبل الحشد الشعبي وسويت موضوع عنهم؟ المره هاي انا رح ابقى وياهم اسبوع او اسبوعين. شنو تبقى وياهم؟ اي اتعايش وياهم واسوي عنهم موضوع من جوا الحشد نفسه، اكل واشرب وبات يمهم، وراح اتدرب وياهم. وانت شنو اللي جابرك على هذا الشيء؟ انا اقترحت الموضوع على وكالة الاخبار الفرنسية وهم تحمسوا له جدا. شبيك سكتت؟ لا لا ماكو شيء. دعيلي بالخير زياد، دعيلي بالخير. الله معك.